مش راضي عن حاله، معظمنا بيسوف بيأجل. تتوب ان شاء الله يعني على بكرة كده، تصلي ان شاء الله يعني بكرة، تتصدق ان شاء الله بكرة، ويجري يوم ورا يوم وللأسف بكرة ما يجيش، إنما يأتي الموت. للأسف طول الأمل من صفات أهل الدنيا. لو ناوي تعمل خير أو ناوي تتوب أو أي حاجة خير عايز تعملها، اوعى تأجل أو تسوف. اللي عاجبه موضوع سقيا الماء ما تتأخرش، لأن خير البر عاجله. برحب بضيف الشيخ أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا. مرحبا يا سيدة. أهلا وسهلا بحضرتك. موضوع تأجيل الخير والتسويف يعني شيء طبيعي في الإنسان للأسف. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش عايزين نقول شيء طبيعي، هو يعني مدخل من مداخل الشيطان. صحيح. مدخل لكن من مداخل الشيطان. المؤمن من صفاته أنه يسارع إلى الخيرات، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المؤمنون: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفة في حق المؤمنين قال خلي بالكم أن دي برضو أصلا صفة من صفات الأنبياء. لأن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء بعد ما عدت حوالي عشرة من الأنبياء تكلم عن سيدنا موسى وعن سيدنا أيوب وعن سيدنا يونس وعن سيدنا زكريا وغيرهم، قال في الآخر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما بيضيعوش وقت في الخير. وإحنا عندنا مثل بيقول خير البر عاجله، يعني أي حاجة فيها خير ما تضيعش الوقت، أي حاجة فيها خير ما تقولش هعمل بعد شوية، لما الأذان يأذن ما تقولش استنى لما يقيموا الصلاة عشان المسجد ده أنا عارف إن هم بيطولوا بيقعدوا تلت ساعة ما بين الأذان والإقامة، فالشيطان بقى يقعد يوزه ويوسوس له ويضحك عليه، استنى لما يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة السنة سلوة بيطول في الركعة الأولانية، يطول في الركعة السنة لما يلحقوا في الركوع، والركعة الأولانية والتانية والتالتة تعدي، لو يحق التشهد يبقى لحق. ما هو ده شغل الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قعد لابن آدم بكل طرقه، أي حاجة فيها خير هتلاقي الشيطان قدامك، وهتلاقي الشيطان سبك عمال يوسوسك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذ دعاء كان ليه دعاء جميل قوي، حتى قال لنا قولوه في الصباح وفي المساء، اللي هو الناس اللي بتشوفنا دلوقتي وحفظ أذكار الصباح وأذكار المساء هو متعود على الذكر ده وعلى الدعاء ده، اللي هو اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. خلينا ناخد أول حاجتين، أعوذ بك من العجز والكسل، لأن في ناس من اللي بتشوفنا دلوقتي أو من أول ما مؤسسة سقيا الماء بدأت أن هي تعرض على قناتين أو من قبلتين على قناة المحور أو قنوات أخرى، في ناس عجبها الموضوع ونفسه، وفي واحد أو واحدة من اللي بتشوفنا دلوقتي هي نفسها، بس طب أنا بكرة، طب أنا مش عارفها محتاجة إيه، أصلا أنا طب عندي واحد اتنين تلاتة أعملهم وبعد كده، وتبدأ تسوف. لا، الخير لما الواحد يخطر على باله ما تضيعش فيه وقت وحط بصمتك. ليه؟ لأن الواحد ما يضمنش عمره، أنا ما أضمنش أن أنا أقوم من على الكرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولحضرتك والمصورين والخلف الكاميرات وللمشاهدين جميعا أن يحسن خاتمتنا. ما حدش يضمن دقيقة من عمره ولا لحظة واحدة من حياته، ولما ربنا سبحانه وتعالى يمد في أعمارنا فدي نعمة محتاجين أن احنا نشكرها. أيوة، ما هو في واحد مات على معصية، في واحد مات على طاعة، وفي واحد مات موتة، الناس لما بتتكلم لك مات موتة مش حلوة، فانت قدم علشان تبقى النهاية حلوة. ما هو ابن رجب الحنبلي يقول الخواتيم ميراث السوابق. الطالب بتاع الثانوية يا أستاذ دعاء هو بيجيب 90% وهو قاعد نايم، وبيجيب 95% وهو مقصر في المذاكرة، ولا ملتزم بالصلاة وملتزم بالدروس وبيذاكر أول بأول، بيروح الدروس بتاعته، بيجتهد، بيجيب كتب خارجية، بيسأل أصحابه، بيسأل المدرسين بتوعه علشان إيه؟ علشان يلم المواد ويلم المادة بتاعته. فده ربنا يكافئه ولا ما يكافئوش؟ زي إيه مثلا؟ العبرة بالنهاية. اللي عاش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى ده نهايته إيه؟ نهايته على طاعة، تمام؟ اللي عاش على معصية يعني خاتمته الله سبحانه وتعالى أعلم بها، لكن أنت علشان تبقى الخاتمة حلوة والنهاية بتاعتك حلوة أنت لازم تقدم. ما هو الطالب بتاع الثانوية مش هيجيب 95% وهو بينام على السرير، مش هيجيب 95% وهو مقضيها شات، ومش هيجيب 95% وهو أصلا مش في دماغه يجيب 95%. من عاش على شيء مات، من شب على شيء عاش عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، تمام؟ الإنسان اللي قاعد وبيسوف، سواء مثلا ممكن تتكلمي شاب انت ما بتصليش لي ان شاء الله هصلي من السبت الجاي، مش حاجه اسمها اصلي من السبت الجاي، انت تصلي دلوقتي،
ده انت مطلوب ما عليك سنه ولا سنتين، ويجي واحد بقى ايه يعني عاوز كده يعني يعمل اللي هو بيتفزدك ويقول لك انا هروح اعمل عمره ولا اعمل حج واصلي في الحرم والصلاه في الحرم ب100,000. نقول له لا، هذا في الجزاء وليس في الاجزاء. يعني انت هتاخد الثواب بس الصلاه اللي عليك انت هتقضيها وتجيبها وتقضيها. كان مره في حد من حوالي اسبوع كده بيتواصل معايا على الماسنجر، وبعدين انا عليا سنه واتنين ما بصليش، هو عاوزني اديله مخرج انه خلاص سقط عنك السنتين. ما هو انت لو سقط عنك السنتين وسقط عن ده خلاص غيرك وغيرك هيتهاون، ده فرض ما ينفعش انك تتهاون فيه. وبالتالي ما فيش حد زي ما قلنا يضمن عمره ولا يضمن حياته. فانت لما يفتح لك باب من ابواب الخير على طول بادروا بالاعمال الصالحه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال. ليه؟ لان انت ممكن تبقى عاوز تعمل حاجه وانت تكسل وما تعملهاش فتعجز وخلاص. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب. هو نفسه هو عاوز بس مكسل. ولذلك بقى اللي بيشوفنا واللي بتشوفنا دلوقتي مش عايزه تكسلي، ادعي بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. ايه الفرق يا استاذه دعاء؟ صلى على سيدنا النبي. العجز ان انا اصلا مش معايا، يعني انا نفسي اطلع ب1000 جنيه، نفسي اعمل بير دلوقتي بس مش قادر. ده لو نيته صادقه، وهي لو نيتها صادقه تؤجر على نيتها. شوف الجمال، يعني ده يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: نيه المرء خير من فعل. الانسان قد يؤجر بنيته. انا نفسي لو معايا فلوس دلوقتي هبني مسجد، ولو كانت نيته صادقه يؤجر كما لو كان معه المال وبنى مسجدا. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا: ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر. وفي روايه عند مسلم: الا شركوكم في الاجر. يعني في ناس قاعده في المدينه ما راحوش معانا المعركه ولا غزوا معانا وكان نفسهم، بس منعهم المرض، منعهم قله ذات اليد، منعتهم اسباب، لكن هم صادقين جدا ان هم لو كانت اطيحت الفرصه وكان عندهم امكانيه ان يطلعوا المعركه كانوا يطلعوا. دولت كما لو خرجوا هياخدوا الاجر. وبرضه النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. النيه بقى هي دي. تمام كده، الاعمال بالنيه. يبقى اللهم اني اعوذ بك من العجز، انا ما عايش بس نفسي. طيب الثاني بقى الكسل. هو معاه وهي معاها، ممكن يكون شايفنا، ويقدر يتبرع ببيت ب25,000، يقدر يتبرع بوصله ميه ب3,000 جنيه، يقدر يتبرع بصك نخيل ب4,000 جنيه، يقدر يساهم في مشروع من المشاريع الصغيره بتاعه سقي الماء، يقدر يساهم في بيت من البيوت، يقدر يساهم في خط ميه، يقدر يساهم في محطه ميه. بس ايه؟ لا استنى شويه، طب انا هكلم حتى وانا هشوف، طب انا هرتب اموري. لا، استعذ واستعيذ بالله من هاتين: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. وان الانسان في الخير على طول ينتهز الايه؟ الفرصه ويغتنمها، زي ما قال القائل: اذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل خافقه سكونه. تمام. النبي عليه الصلاه والسلام، خلينا نحكي الموقف ده، صلى مره العصر بالصحابه، وبعد ما صلى هو من عادته ان هو يلتفت، خلاص سلم، بعد ما سلم يلتفت للصحابه، يلقي عليهم درس، يكلمهم اللي عنده سؤال اللي عايز يسلم عليه. المرة دي صلى، بمجرد أن سلم يمينا ويسارا قام من مكانه إلى بيته، راح غرفة من الغرف بتاعته. فبعد ما خرج الصحابة بيسألوه: مش عادتك يا رسول الله؟ بيسألوه: أنت ليه بعد ما سلمت قمت على طول؟ قال لهم: كنت قد خلفت تبرا من الصدقة، التبر اللي هو الذهب، فكرهت أن أبيته فقسمته. يعني كان عندي ذهب من أموال الصدقة وأنا كنت نسيه، فأنا قمت على طول علشان ما انساهوش. تمام. يبقى ده مسارعة النبي عليه الصلاة والسلام وتعجيله في الخير، بإخراج الصدقة. ما أجلش بقى صدقة أو خير أو ثواب هعمله. تمام. موقف تاني، وده النبي عليه الصلاة والسلام شارك الصحابة فيه، لأن في نقطة مهمة: في فرق ما بين المتكاسل والمتسابق. طبعا واحد متكاسل ما عملش فاته الخير، يعني مثلا لما بنقول دلوقتي عندنا سكوك، عندنا بيوت، عندنا آبار، عندنا محطات، عندنا خطوط مية، عندنا وصلات مية، عندنا مشاريع صغيرة، وجات الفرصة دلوقتي وانت انتهستها، يبقى انت كده سبقت. والمتسابق لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: خلي بالك اللي بيسبق في الدنيا هيسبق في الآخرة.
لأن ربنا قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. عمر يا أستاذ دعاء ما حيسبق اللي هو بيمشي بالراحة، مش حيسبق اللي تفكيره محلك سر، لا هو نهمته عالية ومتسابق ومتسارع وعاوز يبادر عشان ياخد خير، ده حيوصل للخير. نرجع للقصة، النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان قاعد مع الصحابة وجاء قوم مجتابي النمار، يعني الملابس اللي عليهم مشققة ومقطعة وقديمة، تمعر وجه رسول الله. تمعر يعني بن على وش النبي عليه الصلاة والسلام انه اتغير وانه اتضايق علشان شاف ناس من المسلمين كده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الصحابة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. روى الحديث سيدنا جرير بن عبد الله بقول فقام الصحابة، شوفوا بقى ما ضيعوش وقت، ما حدش قال مثلا ايه طب اقعد كده اما اعيد حساباتي، طب اشوف انا عندي ايه، طب اما افكر، طب انا لو جبت كذا. سيدنا جرير يقول قام الصحابة منهم من جاء بدينار، منهم من جاء بدرهم، منهم من جاء بصاع من بر، ومنهم من جاء بصاع من تمر، ومنهم من جاء بثياب، ومنهم من جاء بصرة فيها ذهب كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت. شوف جايب حاجة كده مليانة إيه، مليانة دنانير وجايبها للنبي عليه الصلاة والسلام مش قادر يشيلها. يقول سيدنا جرير فاجتمع أمام رسول الله كومين من طعام وثياب فتهلل وجه رسول الله. شوية كان زعلان، دلوقتي فرح لما لقى الصحابة همتهم عليه وتصارعوا لفعل الخير صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب نشوف دلوقتي تقرير من تقارير الخير.